ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مبسوطه اكون معاكم في فيديو سهل وبسيط النهارده. النهارده مع بعض هنعمل طريقه حلوه قوي للكيكه. بصوا انا كده معايا كام واحده، حوالي 5 من اليوستفاندي. في اليوستفاندي اللي هو بذر، فيه من غير بذر، المتاح عندك ممكن تعمليه. طبعا احنا هنعمله بطريقه جديده جميله قوي، يا رب تعجبكم. وممكن لو ما عندكيش يوستفاندي ممكن تستخدمي البرتقال مكانه. تعالوا بسرعه واحنا شغالين هنقول المقادير مع بعضينا. مقادير سهله موجوده عندك في البيت، كملي معايا الفيديو للنهايه عشان تقومي بسرعه تعمليها. دول كده انا معايا 5 من اليوسفي، من المنظر ده غسلهم حلو جدا جدا، شلت الحتة دي علشان بيبقى فيها كده حتة بيضة كبيرة، ونظفتهم حلو قوي لان انا هستخدمهم المرة دي، هستخدمهم بالقشر بتاعهم لان نكهة القشر كتير. احنا بنبشر القشر بتاع البرتقال او الاستفندي ونخليه نستخدمه في الكيكة، فاحنا هنستخدمها كلها كده، مش هتطلع وحشة، لا هتطلع جميلة وهتطلع عالية. كملوا معايا، تعالوا نقطع اليوستفندي ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. بالمنظر ده كده بعد ما فصصناه هنبتدي بقى نجيب الهاند بلندر بتاعتنا علشان هنشتغل بيها. ما عندكيش ممكن تشتغلي بالخلاط عادي. هنحط كوبايه كده او كوبايه الا معلقتين من السكر، وهنبتدي نضرب الاستفندي مع السكر. كده بعد ما ضربناه بصوا بقي زي العصير كده بالظبط. هنبتدي بقى نجيب 3 بيضات هنحطهم عليه، يبقى كده ضربنا اليوستفندي مع السكر. وبعد كده هنحط 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة وهنضربهم حلو خالص. كده انا شلت الهاند بلندر وهنبتدي نشتغل بالمضرب. بعد ما ضربت البيض شويه هبتدي انزل بالفانيليا سايله او بودر، ولو ما عندكيش فانيليا في الوصفه دي بالذات هتبقى حاجه كويسه خالص، لان ريحه القشر بتاعت اليوستفندي او البرتقال جميله خالص. كده هنزل بنص كوبايه من الزبده او السمنه او الزيت، بالمنظر ده كده برضو بدرجه حراره الغرفه، وهضرب الخليط ده كله فين. في المرحله دي كده بصوا كله بقي خليط متجانس مع بعضه ازاي. في المرحله دي بقى كده خلاص نبتدي نضيف البيكنج باودر وهنضيف الدقيق. طب قد ايه الدقيق؟ الدقيق حسب ما العجينه تاخد معاكي او حسب ما الكيكه تاخد معاكي، لان كل نوع دقيق غير التاني خالص. فانا هحط كده وهقول لكم انا خدت معايا قد ايه. دي كده هتعمل معايا صينيه حوالي 26. هبتدي بقى كده اضيف الدقيق، ادي كده هنزل بكوبايه، يعني هتاخد ما يعادل من كوبايتين لكوبايتين ونص من الدقيق. كده نزلت بالكوبايه الثانيه، بصوا كده اول ما تلاقيها مورقه كده او بتقطع معاكي يبقى تمام. انا خدت معايا كوبايتين دقيق، انت برضو حسب الدقيق اللي انت هتشتغلي بيه ممكن تاخد كوبايتين، كوبايتين ونص، كوبايتين الا حسب الدقيق. هكون طبعا معايا صينيه مبطناها بزبده ودقيق او بزبده او بزيت حسب المتاح معاكي. وهنبتدي ننزل الكيكه بتاعتنا كده او العجين بتاعنا كده. بصوا بالمنظر ده كده هقلبها، هخبطها خبطتين بس كده علشان خاطر لو فيها فقاعات هواء. طبعا وانا شغاله سخنت الفرن على درجه حراره 180، هندخلها الفرن ونشوفها لما تخرج مع بعض شكلها ايه. بصوا كده بعد ما طلعت من الفرن سبتها طبعا تهدى شويه، تعالوا نقلبها بقى مع بعض ونقطعها مع بعض. بصوا شكلها بجد جميله، بصوا حلو ايه. خدت حوالي، وطبعا كل واحد حسب الفرن بتاعته، خدت حوالي ما يقارب من ساعه، سوري نص ساعه. تعالوا نقطع بقى مع بعض كده ونشوف الجمال بتاعنا.
بصوا شكلها، طبعا هي صفرة كده من قشر اليوستفندي، بأمانة جميلة جدا بجد تحفة. بصوا انا وريتكم شكلها، بصوا كده بقى نحطها في الطبق بتاعنا، شايفين بأمانة جميلة جدا، جربوها. وطبعا السفندي والبرتقال ده وقته دلوقتي، فجربوها هتعجبكم جدا جدا، وطعمها خرافة. شايفين بأمانة، الناس بقى اللي هتخاف وهتقولك فيها تعب من مرارة عشان القشر بتاعها، خالص ولا فيها اي شيء بأمانة. شايفين جربوها، قولوا رأيكم ايه في التعليقات، منتظر تعليقاتكم، وكل اللي يجربها يكتب لي رأيه في التعليقات.